والله انا شوي يعني بدي احكي بخالفك بالراي شوي، عشان اليوم ما بلشناش المباراه زي ما بدنا، عشان ايش طبيعي لانه الفريق اجتمع قبل يوم يومين، وزي انا صار لي اسبوعين ثلاث اسابيع مش عم بتدرب، وارجي نفس الشيء، فما بلشنا المباراه زي ما بدنا صراحه، بس ضلينا مركزين. والشوط الثاني مع فعاليه الجماهير طبعا بشكرهم من كل قلبنا، كل مباراه عندنا بالملعب عندنا بالاردن بيعطوا حافز كثير كبير للعيبه، فكان هذا شيء حلو كثير صراحه نشوفهم كل مباراه زي هيك. والربع الشوط الثاني لعبنا احسن، الربع الثالث والرابع ركزنا، لانه بلشنا المباراه زي ما حكيت بالفري ثرو كنا سيئين كثير، وبالثري بوينت كنا واحد من عشره اول شوط، فهاي اثرت علينا الصراحه بالنتيجه انه كانت قريبه. وبحكي هاردك لفلسطين الله يعطيهم العافيه، ما قصروا لعبوا كثير تف، ما طلع على السكور بورد قد ايش كان الفرق، كانوا بضلوا يقاتلوا ويلعبوا، وطبعا على الظروف اللي عندهم هسه ما يعني اعطوا اللي عندهم، والله يعطيهم العافيه. وش الحمد لله على الفوز، الفوز شو ما كان يعني بتعرف الفوز حيعطيك دفعه معنويه. جزء اول بدايه المباراه ما كنا يعني زي ما انهينا المباراه لعده اسباب زي ما انت بتعرف، شي ار جي ودويني بس امبارح تدربوا، في عندنا كم لاعب من انا منهم منقطعين صرنا فتره، بس الفوز فوز وحيعطينا دفعه كثير منيحه قبل مباراه السعوديه. فوز كان يعني مستحق، انها كانت بدايتنا شوي بطيئه الشوط الاول والثاني، الشوط الثالث والرابع الفريق يعني ورجى الوجه الحقيقي للمنتخب الاردني. زي ما انت عارف المباراه الاستعداديه اسمها استعداديه عشان الفريق يكون جاهز للمباراه الرسميه بالشكل المطلوب. نفذنا اللي طلبه منا المدرب اليوم الحمد لله، وهسه ان شاء الله يعني خلصت هذه المباراه، تركيزنا على مباراه السعوديه بجد ان شاء الله. ان شاء الله بنرجع بالفوز، وان شاء الله يعني بيكون وضع المنتخب ان شاء الله للتصفيات 100% للتجهيز لشهر 11 ان شاء الله.